الشارع قبل الرصد الآلي لرجال المرور، التقنية الجديدة يتم تحديد الشارع قبل البدء في رصد المخالفات. سرعة الشارع التريلات 50 كذلك المركبات الكبيرة 50 50 100 100 المركبات الصغيرة 100. بسم الله، بداية الرصد. شوف، صورت المركبة. قبل البدء بالرصد، متابعة اللوحات 120 على الطرق الدائرية، ويتم التغيير عبر الجهاز 120. الآن سيتم الرصد. يتم إعطاء رجل الأمن تنبيه عن المخالفة.